ما خلاص بقى يا عمر، حصل خير قلت لك، ما حدش خد باله من حاجه. ما كان ناقص عشان تبقى مصيبه. نكد ده. هتفضل عصبي كده كتير؟ أنا نفسي أفهم إيه اللي خلاها تيجي الفرح وهي في المود ده؟ ما تفضها سيرة بقى يا عمر، جت وخلاص واليوم عدى. إيه؟ هنضيع اليوم كله في كلام عن غادة؟ ده أنت حتى ما قلتليش كلمة واحدة عن الفستان اللي أنا لابساه. إيه؟ ما عجبتكش؟ ولا ما لفتش انتباهك؟ سوري يا حبيبتي، معلش غادة بوظت لي المود. أنت كنت أحلى واحدة في الفرح. بجد؟ مع انهم يعني بيقولوا ان الواحده لما بتبقى حامل بتوحش وبتبعجر، وانا بعجرت؟ لا لا، انت زي الامر. مالك يا عمر؟ مش عارف، ساعة ما وصلناهم وخلصنا فرح حسنا مش مظبوط. مش مظبوط ازاي يعني؟ معدتي كان فيها وجع كده بقى شويه وعمال بيزيد. تعالى وانا هديك حاجه تروقك، اكيد اخدت برد في معدتك. وارد، هو الفرح في الاخر قلب برد شويه. طبعا، ما هو كان لازم فرح وكمان اوبن اير. اختك دي عليها تحكمات. هند، لا انا مش قادر، انا تعبان. طب معلش تعالى، تعالى اعمل لك حاجه دافيه. تعالى معلش، للدرجه دي؟ بجد معلش معلش. معلش يا الف سلامه عليك يا ابراهيم. يا حبيبي مين؟ يا عمر في ايه يا عمر؟ مالك؟ مشعل. اهدى معلش، تعالى مشعل. تعالى طيب، تعالى مشعل، بطني بتتقطع. معلش يا حبيبي، معلش، تعالى بس يا حبيبي، معلش والله، معلش حقك. تعالى اهدى، بموت بردان. معلش بردان قوي. تعالى انا هدفك. مشعل. بردان. معلش بردان. طب تعالى اتدفى، مد جسمك واتدفى. معلش غطيني انت. معلش هعمل لك حاجه دافيه تشربها وهجي لك على طول. لا اتصل بالاسعاف، اتصل بالاسعاف. هتصل بالاسعاف. حاضر. انت مالك عرقان كده ليه؟ انت مالك عرقان كده ليه؟ بموت. هي الاسعاف 121 ولا بموت. ولا 122 ولا كام؟ مستغرب ليه؟ مش المفروض برضو ان انت كنت متجوزة؟ بس ما خليتوش يلمسني عشان عمري ما حبيته. كنت متأكدة ان انا وانت هنرجع لبعض في يوم من الايام. حسين، أنا ما حبيتش في حياتي غيرك. أنت أول راجل يلمسني. معقولة يا مهر بتحبيني للدرجة دي؟ طب ممكن أسألك سؤال محيرني، يعني نفسي أسألك من زمان، ليه سبتيني واتجوزتي هو؟ إيه الأسئلة الصعبة دي؟ بقولك إيه؟ ما تيجي نرمي اللي فات ورا ظهرنا، ما نفكرش فيه، خلينا بكرة. هو احنا مش خلاص بقينا مع بعض؟ عندك حق. خلاص، يبقى ما تسألنيش في اللي فات وما تكلمنيش فيه. ماشي. مين الغيتك اللي بيتكلم دلوقتي؟ ده عمر. لا اخويا مش غيتك، اخويا شربان. افتح لي سبيكر. ماشي. ايوه يا عمر. لحقني يا حسين، لحقني يا حسين. عمر يا حسين، عمر يا حسين، عمر مات. عمر مات. مات ازاي؟ اقفل 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 يا حسين. ايه التهريج الزباله ده؟ بتكمل اللي اختها عملته. استنى ايه؟ هو انت هتصدق الهبل ده؟ هو انا عايزه اعرف انت واختك عايزين مني ايه بالظبط؟ مش كفايه اللي اختك عملته؟
يا عمر، اه يا عمر، اه يا عمر، اه يا عمر. شفت؟ شفت قفلت في وش الحيوان؟ قفلت في وشي. انا هكلم لك عمر واثبت لك انها كذاب. الحاجات ما فيش فيها تهريج يا منار. يعني ايه؟ هتصدق الهبل ده؟ يعني عمر مات؟ انا هتصل بيه دلوقتي هوريك انها بتكذب. هتصل بيه اهو، جرس اهو، وربنا لا اروح اجيبها من شعرها. الو، ايوه يا عمر. الحقي يا منار، الحقي يا منار. حوار يا منار. اخوكي مات. مات؟ مات ازاي؟ يعني ايه مات؟ ردي عليا. اخوكي مات يا منار. يا عمر ردي عليا. اخويا مات ازاي؟ مات ازاي؟ ردي عليا. يعني ايه مات؟ انت ساكت ليه؟ ساكت ليه يا حسام؟ قول انها كذابه. ساكت ليه؟ رد عليا. ما بتتكلمش ليه؟ عمر ما ماتش. بتقولي مات؟ مات يعني خبطته عربيه ولا حد قتله؟ ده لسه ما وصلنا. مش مصدقه يا حسام، مش مصدقه اللي بيتقال. لا اخويا ما ماتش. قوم نروح لهم. يلا قوم نشوفها بتحرك. اخويا مات؟ يعني ايه مات؟ عمر عمر، قوم يا عمر، رد عليا يا حبيبي. عمر، احنا في بينا كلام كتير، ما تقلش. قوم يا اخي بقى، هو في ايه؟ يا عمر